فيسبوك وحاجات لا لا كده، لا ده ضحك لكن هو هزار يعني، لا وفي اطار الاسره الواحده يعني. وعمرو مش شخصيات، هو كزملكاوي انا اهلاوي، شخصيه محترمه، انا اتقبل جدا تهريج اللي بيهرجه والضحك والكلام اللي بيحصل ده، صحيح. انما هو كاداره لا، هو طبعا ما فيش اهلي وزمالك في اداره. والسؤال اللي ممكن تساله الدكتوره سحر، انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ اه طب احنا في اطار يعني، يمكن احنا من سنوات طويله خدنا مجالات ومناقشات حوالين اتحاد الكوره وفي قضايا كتير واللائحه والقانون وما الى ذلك، وكان دايما معانا شريكي يعني اساسي في المناقشات الاستاذ مجدي المتناوي حبيبي الخبير القانون، وكان حبيبي عضو مجلس اداره الاتحاد، واتناقشنا معاه فترات طويله، وهو طبعا يا زي ما حضرتك بتقول حبيبك، هو حبيبنا كلنا وله مكانه كبيره عندنا، وهو معانا على التليفون علشان نتكلم في قانونيه الكلام اللي حضرتك والمفاجاه اللي حضرتك فجرتها دلوقتي في موضوع اتحاد الكوره. مساء الخير يا استاذ مجدي. الخير ايمن بيه، تحياتي لحضرتك والصديق واخويا العزيز الدكتور ايمن، الدكتور عمرو عبد الحق. استاذ مجدي ازي حضرتك؟ نور الشاشه، وحشتني كتير جدا يا دكتور عمرو، والله وحشتني كتير جدا جدا يعني. اهلا بحضرتك يا استاذ مجدي، واحنا كنا بنتكلم على قانون الرياضه، بنتكلم على الجمعيه العموميه، بنتكلم على مفاجاه قالها الدكتور عمرو، ما اعرفش حضرتك كنت سمعنا من البدايه انه فمش عارف راي حضرتك ايه في انه الانتخابات مش هتجرى، انه في يعني اللجنه فيها ديفوف القانون في الموضوع دوت، انه التعديلات اللي هتجرى ما مدى قانونيتها وتوافقها مع قانون الرياضه، كل الكلام ده احنا عايزين نسمع من حضرتك لان احنا عارفين مكانتك القانونيه ومكانتك في الجمعيه العموميه ايضا. ربنا يخلي حضرتك من بقى. بس في البدايه الاول طبعا انا بحيي صديقي الدكتور عمرو، انت يمكن في بدايه الحلقه عرضت تقرير عن نادي النصر، انا يمكن كنت شاهد عيان، كنت رئيس نادي مركز شباب بدرشين، وكنا بنروح نلعب نادي النصر في القسم الثالث في الدوري. كنت بقول ان ده مركز شباب زينا بالظبط لما كنا بنروح نلعب في الاول يعني. فجاه لما تولى القياده الدكتور عمرو تحول الى نادي، الى صرح جميل وحاجه جميله جدا، فخر. انا ما كنتش بصدق نفسي لما شفت المنظر دوت، يعني فرق زبونه من الارض للسماء. الدكتور عمرو حول نادي النصر لحاجه جميله جدا، وفخر لاي مكان يتولى قياده الدكتور عمرو بالرؤيه الجميله بتاعته. واحنا في قناه الاهلي الحقيقه اي تجربه يعني اي تجربه زي كده احنا بنحاول نقف معاها، لان دي يعني رؤيه النادي الاهلي ان هو دايما يبقى مع الانديه في كل المجالات، وشاشه قناه النادي الاهلي نافذه لكل الانديه وللجمعيه العموميه لاتحاد الكوره ولكل الاتحادات الحقيقه. طبعا قناه النادي الاهلي يعتبر من اكبر انديه مصر والشرق الاوسط وافريقيا، فدي حاجه جديده عليها. لكن كلمه حق وانا حق الدكتور عمرو، انت فعلا حولت نادي النصر الى حاجه جميله جدا ومفخره لكل اعضائه، وشكرا يعني. انا بصفتي مصراوي برضه بشكرك على اللي عملته في نادي النصر يعني. اشكرك يا استاذ مجدي. الحاجه الثانيه بنتكلم فيها على قانون الرياضه والقانونيه اللجنه من عدم مقارنه اللجنة. لا، هي اللجنه لما نرجع للقانون واللائحه، لجنه كاجراء او اجراء استثنائي غير مطابق للائحه النظام الاساسي لاتحاد مصر لكره القدم. لائحه النظام الاساسي لاتحاد مصر لكره القدم بتقول فيها ان في حاله استقاله مجلس الاداره الكامل يتولى المدير التنفيذي اداره الاتحاد لاقرب جمعيه عموميه ويجرى فيها الانتخابات لتشكيل مجلس اداره كامل. هنا طبعا ما فيش في بند ان تشكيل لجنه تتعمل في اداره الاتحاد، ودي تمت بحاله استثنائيه يمكن في ثاني دوله كانت اتعملت قبل كده في دوله برضه، لكن مش متذكرها ايه بالظبط، لكن الاتحاد الدولي عملها ثاني مره، يعملها في الاتحادات، عملها في الاتحاد المصري لكره القدم. فدي مخالفه للائحه النظام الاساسي لكره القدم تشكيل او تعيين هذه اللجنه. اما جزئيه حضرتك بتتكلم في جزئيه اللجنه دي هتتمد ولا مش هتتمد، لا دي طبعا انا ما اقدرش اتكلم فيها، لان انا دكتور عمرو هو عالم بواطن الامور اكثر مني. لا انا مش عارف اواطن الامور، انا قاري المشهد كويس يا استاذ مجدي. هو هي محاوله، هي اللجنه جايه بهدف واضح، هو تقليل عدد الجمعيه العموميه، والهدف ده مش مستتر، ده معلن من خلال نظام معين للكاس وتقليل عدد الموجودين في الممتاز به، بحيث ان هم الجمعيه العموميه تبقى مثلا 88
حاجه و60 لو يعني ماكسيمم قوي 100، ما تبقاش 250 و275. وده كويس ولا مش كويس؟ هو مش كويس، انا وجهه نظري مش كويس لسبب بسيط، ان الفيفا نفسه بينشر اللعبه، بيزود عدد يعني في كاس العالم زفته اللي هي قطر هيزيد عدد الفرق. ايوه تمام. الفيفا نفسه اي حد بيلعب كوره بيبقى عضو، مش عضو منتسب، بيبقى عضو عامل، دليل على كده ان هم 200 وحاجه. فانت جاي عايز تقلل الجمعيه العموميه ليه؟ يبقى هنا في هدف انتخابي لحد الان مش معلن. فانا ما عنديش معلومات، انا شايف المشهد كويس. اتفضل يا استاذ مجدي. هو دكتور عمرو، هو عشان نكون واقعيين، هو ما فيش مشهد ليهم خالص، يعني ما فيش مشهد، الرؤيه مش واضحه ايه اللي هيتم في المرحله اللي جايه. لكن لا ضروري فعلا ان اجراء تخفيض اعضاء الجمعيه لو بدا اجراء غير 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 سليم بالمره، انت بتحرم اكثر من 50% من حقهم المشروع عضويه الجمعيه العموميه بدون اعداد لائحه هم يقفوا عليها. يعني لو هذا لك، لو هذا الكلام تم من خلال الجمعيه العموميه، من خلال لائحه اعتمدت من الجمعيه العموميه، كان يبقى اجراء صح ونرفع له القبعه زي ما بيقولوا، ونقول ده قرار الجمعيه العموميه لازم نلتزم فيه. انما حضرتك كلجنه تاخد القرار ومن غير ما تعرض على جمعيه عموميه، ده اجراء خطا مليون في الميه. بس هو اجراء قانوني، هو اجراء خطا بس قانوني. قانوني في ايه؟ ان السنه الجايه الانديه اللي ما وصلتش للكاس او اللي نزل الرانك بتاعها ما جابتش ال 50 نقطه، فاذا هو مش عضو في الجمعيه العموميه. فلما يجي اتحاد الكره يعمل لائحه النظام الاساسي عشان يعرضها على الجمعيه العموميه، هيعرضها على ال 88 او ال 60 نادي، وهو كده خد اجراء قانوني. بس من وجهه لا، اقول لك على مفاجاه يا دكتور عمرو، اقول لك على مفاجاه يا دكتور عمرو. اللجنه المؤقره اما جت تاخد اشتراكات الكاس من الناس، قبلت الفلوس تحت مسمى اشتراك كاس مصر. تمام. كل الاعضاء اللي قدموا في المسابقه. ازاي؟ تمام. اشتراك كاس مصر لما تيجي تطبق اللائحه، اذا هو عضو جمعيه عموميه، طالما اشترك بياخد 20% بتاعته، ال 20 بونت بتاعه. كده عملت دور تمهيدي، انت ما حطيتش في اللائحه بتاعتك ان انت هتعمل في كاس مصر دور تمهيدي. اذا انت اخترعت الدور التمهيدي ده لما كنتش تاخد الفلوس من الناس او الاشتراك، وتقول ده في المثال اللي طالع. تمام. كابتن دكتور عمرو، لو رجعت للنادي نادي النصر وقلت له وريني اشتراك لكاس مصر، هتلاقيه ايه؟ مكتوب 5000 جنيه. تمام. اشتراك مسابقه كاس مصر. خلاص، اذا انت بالمثال ده اكتسبت ال 20 بونت بتاع كاس مصر، تقول لي وصلت للدور التمهيدي ما وصلتش للدور التمهيدي، اقول لك لا خطا. خطا. انت هنا انت عدلت وعملت كده، كل اللي ما وصلش للدور التمهيدي في كاس مصر خرج من الجمعيه العموميه رسمي التصنيف كاجراء قانوني هم عاملينه. مش قانوني، هو مش قانوني. بص هي تمشي، هي بص كده يمشي على راي يسرى، كده يمشي وكده يمشي، او كده هي ماشي زي ما هم عايزين يمشي، هم كده هيمشي وكده هيمشي زي ما هم عايزين. انت الجزء الثاني بقى اللي هي فانتسي جاي بتقول لي انت بتقلص عدد الدوري، فرق الدوري الممتاز ده عايز تعملهم مجموعتين، ماشي احنا هنقول معاك يا سيدي اعملهم مش مجموعتين، اعملهم مجموعه واحده، لكن ادي للانديه دي المقابل المادي اللي تقدر تلعب فيه. انما انت النهارده هتعمل مجموعتين، طب هيقدر يصرف النادي في الممتاز ده يلعب له كام ماتش في كام سفريه في كام مبيت في كام فندق في كام مش هيعمل مجموعتين، ده هي مجموعه واحده اللي هو نظام دوري محترفين مرحله ثانيه 24 فرقه. يعني اول يعملوا مرحلتين حسب معلوماتي. لا 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 لا، اربع دوري مجموعه واحده 24 فريق 46 مباراه اكتر من الدوري الممتاز. دكتور عمرو، انت عندك ايه دلوقتي؟ انت عندك 36 بال 36 3 في 12 ب 36 هتشيل منهم 5 15 وتطلع لهم 2 و3 وتطلع لهم 3 تمام 24 مش كده؟ هيبقى 24 والثلاثة اللي طالعين نازلين مكانهم 3 من الدوري الممتاز. هيعمل لهم 12 و12. لا انت طالع 3 من القسم الثالث، هيعمل لهم 12 و12 يعني هم 24. انت كده ظلمت مجموعة القاهرة، خليت 5 من مجموعة 6 من مجموعة القاهرة يروحوا الصعيد و6 من مجموعة القاهرة يروحوا بحري. فهي هم خلاص الامكانيات المادية دي، فين الامكانيات المادية؟ مفيش. والدليل على كده بقول لحضرتك، اذا كانت الناس متخيله ان اتحاد الكوره
بالالتزامات اللي عليها هيقدر يدي دعم الأندية، فده موضوع انتهى خلاص مفيش كده. بالعكس هما دلوقتي بيلموا فلوس، واضح في القيد بيلموا فلوس بالإكراه، يعني فاضح في القيد بيلموا فلوس بالإكراه. وخلينا يعني النهارده مطلع دلوقتي حالا من الفريق الأول عندي لازم تطلع شيك دلوقتي، يعني بعد ما اخلص الحلقة اروح امضي شيك عشان بكرة ينفع أيد لعيب. ده جزء من المديونية، يعني بعد ما تروحش. بعد تدخل الدكتورة سحر كتر خيرها عملت حاجة مفيدة. ايه اول مرة تستفيد نادي النصر؟ ما فيش مرة ما شاء الله مفيدة يا دكتور عامر. ايه الدكتور سحر عامل حاجات استاذ مجدي بي عايزين ننكر ان هي صاحبة اول الجاف لصعود نادي النصر الدوري الممتاز. لا مرتين بس هتبقى هي سبب في نزوله للدرجة الثالثة. لا 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 الدرجة الثالثة هي كما كانت متواجدة رأس النادي ساعة الدوري الممتاز. ما ننكرش موجود الدكتورة سحر، ما تسيبوش لنفسك الصراحة. طبعا طبعا احنا يعني طب والله العظيم ناس مجدي مجدي بيه الدكتوره سحر خدت قرار بالاستغناء عن خدمات الاستاذ مجدي المتناوي من اتحاد الكوره. ها يلا لا 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 الدكتوره سحر. عموما يا مجدي بيه طبعا الحوار الحقيقه يعني يمتد، واحنا هنا في من قناه الاهلي بنحذر انه الانديه الشعبيه اصبحت في خطر. هي طبعا في خطر من زمان ولكن دلوقتي في خطورة أكبر، وإنه الطرح اللي قاله الدكتور عمرو والكلام اللي حضرتك كلمته وده دورنا إن احنا نقول إنه لابد من دراسة الأمر بشكل كبير، لأنه الأندية الجماهيرية هي الأساس في يعني إنه المسابقة تبقى مستواها راقي، وإنه يبقى في كرة قدم حقيقية ودوري محترفين حقيقي. إن شاء الله بإذن الله نطرح هذا الموضوع في حوار آخر إن شاء الله بإذن الله مع حضرتك أستاذ مجدي المتناوي. بنشكر حضرتك على المداخلة الجميلة دي وبنكمل مع الدكتور عمرو اللي فرصة البرنامج.